حياكم الله في نشرة إخبارية خاصة بالجزائر. وإلى العناوين: تخصيص أكثر من 73 مليون دولار لتعويض ضحايا الفيضانات، تحويل قرابة 120 ألف سيارة إلى العمل بغاز البترول، ودوليان جزائريان في التشكيلة المثالية الموسمية بفرنسا. أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتخصيص ما يقارب 73 مليون دولار من صندوق الكوارث لتعويض ضحايا الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات، كما أمر بالإسراع في ترميم كل الطرقات والمنشآت المتضررة. أقدم شاب على قتل رجل ستيني نحراً أمام أعين المارة، مستعملاً في ذلك خنجراً من الحجم الكبير ببلدية موازية في ولاية البليدة. وقالت وسائل إعلام محلية إن المعلومات الأولية تفيد بأن الجاني يعاني من اضطرابات عقلية. تمكنت عناصر الجمارك من حجز ما يقارب كيلوغراماً واحداً من المصوغات الذهبية بمطار قسنطين الدولي، والمقدر عددها ب 274 قطعة ذهبية، والتي تم ضبطها مخبأة بإحكام داخل أمتعة مسافرين اثنين قادمين من تركيا. أعلن وزير الري في عرض قدمه خلال اجتماع لمجلس الوزراء ارتفاع منسوب المياه في 29 سداً ب17 ولاية، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض المناطق الداخلية على إثر التساقط الأخير للأمطار الذي شهدته بعض الولايات. أعلنت الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيدها تحقيقها رقماً قياسياً خلال عام 2022، ذلك بتحويل قرابة 120 ألف سيارة إلى العمل بغاز البترول المسال. وأشارت الوكالة إلى أن الدولة ساهمت ب40 إلى 50% من قيمة توريد أجهزة الغاز وتركيبها. ورد اسماء دوليين الجزائريين فيكتور لكحل وكيفن جيتون في التشكيلة المثالية لأفضل لاعبي بطولة القسم الثاني الفرنسي للموسم الحالي. قدم الثنائي الجزائري موسما مميزا، حيث ينافس لكحل قائد نادي لوهافر على جائزة أفضل لاعب في دور الدرجة الثانية، ويعد جيتون أفضل ظهير أيمن بالنظر إلى المستوى الذي قدمه رفقة ناديه باستيا. بهذا الخبر تنتهي نشرتنا، وإلى اللقاء.